إبليس معا نصنع المستقبل. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مصلحة الأرصاد الجوية تنبه من استمرار موجة الحر على الولايات الجنوبية كبرجبجي مختار أضرار تيميمون إن صالح بن عباس وورقلا، حيث الحرارة قد تصل محليا إلى 50 درجة وهذا إلى غاية يوم السبت. كما ستستمر أيضا موجة الحر على كل من جلفة مسيلة حتى باتنا خنشلة وتبسة وهذا إلى غاية يوم السبت، وهنا الحرارة قد تصل محليا إلى 46 درجة، يجب أخذ الحيطة والحذر. بالنسبة لحالة السماء اليوم الغد بإذن الله ستكون مشمسة إلى مغشى جزئيا على سواحل بعد انقشاع الضباب، شبه رعدية على المناطق الداخلية، مشمسة بشمال الصحراء والجنوب الشرقي، مغشى جزئيا بالجنوب الغربية الصحراء الوسطى، مرتفعات الهنغار وتاسيلي تصبح شبه رعدية خلال الظهيرة بالجنوب الغربي والصحراء الوسطى، كما ستكون رعدية أيضا بأقصى الجنوب والحرارة تبقى مرتفعة على العموم. بالنسبة الآن لدرجات الحرارة خلال ليلة اليوم ستكون مرتفعة على بشار أدرار تيميمول إن صالح لمنيعة برجبجي مختار وإنقزام حتى بورقلة المغير ما بين 30 إلى غاية 36 درجة، في حدود 28 درجة بشمال الصحراء، 25 درجة بتمن راس. أما على المناطق الشمالية ستتراوح ما بين 23 إلى 27 درجة، هذا على السواحل، ترتفع كلما اتجهنا نحو السواحل الوسطى والشرقية تبقى مرتفعة بالمناطق الداخلية خاصة الشرقية مع 30 درجة بباتنا. بالنسبة للحرارة القصوى خلال ظهيرة الغد ستقارب 33 درجة بالعاصمة ووهران، 36 درجة بعنبة وسكيكدا، مرتفعة بكل المناطق الداخلية ما بين 39 إلى غاية 43 درجة، مرتفعة أيضا بكافة مناطق الجنوب الكبير تصل إلى 50 درجة بالصحراء الوسطى، كذلك بشمال الصحراء بمنطقة الواحات بابن عباس وأضرار، ولن تتعدى 38 درجة بتمن راس. فيما يخص البحر خلال يوم الغد بإذن الله سيكون قليل الاضطراب وهذا على كل سواحل، الرياح أيضا ستكون ضعيفة ضمن التيارات شرقية شمالية شرقية، هذا عن داخل الوطن. أما بالنسبة للقارة الأوروبية الأجواء ستكون مشمسة بجنوب القارة وبلشبونة مدريد مع 28 درجة بلشبونة، 35 درجة بمدريد، مشمسة أيضا بروما ب 32 درجة، 28 درجة أقول بإسطنبول، ترتفع إلى 31 درجة بفيينا، بينما أمطار مرتقبة ببرلين مع 24 درجة، نفس الأجواء بباريس مع 26 درجة، وغائمة بلندن ب 23 درجة مئوية. أما فيما يخص وقت شروق الشمس صبيحة الغد على مستوى العاصمة وضواحيها سيكون في حدود 5 صباحا و50 دقيقة، والغروب على الساعة 7 مساء و57 دقيقة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.